كيفاش تعلق على التلميذ اللي جاب 20.15 وحتى من الرقم القياسي في البكالوري؟ اوكين ريكسيون، نقول له جيس حاجه واحده، ربي يخليك لعائلتك وواصل هكاك وان شاء الله من حسن الى احسن، ولد محليك ويقرا على روحه من جد وجد. شنو المشكل انسان يجيبها ال 20.15؟ خلي بروفوار للدوله، هذاك ربي معاه شي نعمل له، وانا خلي لها بروفوار ربي سهل له. شنو المشكل لعبه تجي في 20، جاب 20.5، ان شاء الله يخلصوا عليها ال 15 ما يقدموشوا فيه، ان شاء الله يلقى خدمه وطحون. انت قد جبت في الباك؟ انا ما جبت، جابوني وطحون. قد جبت في الباك يعني؟ ما جبتش بابا، عيب في صبرنا نحن عشبول، عيب في صبرنا ولدي، ولا عيب. شنو تجيب 20؟ تحب تتحرم الميراث؟ حاجتيني، يا تختار الخدمه يا رضيت الوالدين. انا مختار رضيت الوالدين، بابا قال لي ولدي راني نحرمك من الميراث. شنو هي 20؟ يتحل بحث تحقيق من اين لك هذا، وفانا دار اذكر فانا دار كنت تق. ما عيب، وانا انسان خويا اخترت رضيت الوالدين. بابا السؤال ما جاوبتنيش عليه، قد جبت في الباك؟ ما جبتش، قلت لك جابوني وتحومتي على شك. كيفاش جابوك؟ جابوني صاحبي في الباك، جابوني قالوا لي السلام هذا الباك، وعليكم السلام، صباح الخير، هذيك هاي جيران طلعنا لاباس.